طرحوا بها موضوع عن استهداف النشطاء المدنيين أو استهداف المدنيين أو أصحاب الرأي الذين قد يعرضون السلطة أو مسؤول أو زعيم ميليشيا أو زعيم حزب بأي شكل من الأشكال في العراق. تم استهداف منزل الناشط المدني صلاح الخالدي بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل طفله صادق صلاح الخالدي بعد أيام من كشف الخالدي ملفات فساد في وزارة الكهرباء. دعونا نشاهد الصور التي وردت على هذا الموضوع. هذا هو الناشط مع ولده، وللأسف الضحية هم أطفال أو ضحايا أطفال في كثير من الأحيان التي تحدث. طفل بهذا العمر يعني يكون ضحية استهداف عملية اغتيال بهذه الطريقة، غياب تام للقانون، غياب تام للمحاسبة، للملاحقة، للعقاب، وكل من يستطيع أن يحمل السلاح في العراق ويستطيع أن يهدد أو يقتل لن يلاحق قانونيا، لأنه لا توجد دولة ولا يوجد نظام، ودليل على ذلك هذه الأمثلة وأمثلة غيرها كثير.